يعني ما تنضربوش باش الناس تشوف باللي راه كاين هذا المنتوج وراه بكثره وباغيين نبيعوا، ماشي باش نديروا نتصور وحدات ولا نديروا معارض، باغيين باش يبيعوا ويكون عندهم حافز باش يزيدوا، ماشي يخدموا حاجه ويحبسوا عندها. والمطار تاعنا راه في ولايه جباره بلديه تابعه ولايه حيت مشهد، ماذا بينا احنا يكون الناس اللي شافت هذا الفيديو ولا عجبتهم اي حاجه من هذه يتصلوا بينا يخدموا لهم ولا يشوفوا علينا، راه كاين منتوج، منتوج راه متوفر بكثره ومتنوع ومتنوع متنوع. بارك الله فيك سيدات، بارك الله فيك.